القمة الاقتصادية التنموية العربية في موعدها في العاصمة اللبنانية بيروت بحسب ما أكده الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي. تأكيدات زكي جاءت رغم الدعوات التي صدرت لتأجيلها على أثر الجدل القائم في لبنان حول مشاركة ليبيا فيها والتصعيد الذي أبداه فريق حركة أمل تجاه هذه المشاركة. الحكومة الليبية وعلى لسان وزير خارجيتها محمد سيالة أكد على عدم مشاركة ليبيا في القمة. اعتذار الحكومة الليبية جاء بالتزامن مع ارتفاع حدة التصعيد من قبل فريق حركة أمل ضد مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية العربية وعن الإجراءات التي سوف تتخذها الحركة في حال مشاركة ليبيا. من ناحية أخرى طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية إبراهيم الجراري بنقل مقر اتحاد غرف التجارة للبلاد العربية من بيروت إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن ردا على تصرفات الدولة اللبنانية تجاه ليبيا، وذلك بعد تمزيق علم الدولة الليبية ذات السيادة ومنع الوفد الليبي من المشاركة ومنع دخول اتحاد المصنعين ورؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال الليبيين من دخول الأراضي اللبنانية. وكانت عناصر من حركة أمل اللبنانية قد قامت بإنزال وحرق علم ليبيا في محيط انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت. النائب هاني قبيسي المسؤول في حركة أمل أكد على عدم قبول حركته حضور أي وفد ليبي للقمة الاقتصادية.